بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين قائد المجاهدين إلى يوم الدين بإذن الله، رغم أنف الحاقدين، رغم أنفك يا بشار الأسد، ورغم أنف إيران المجوس، ورغم أنف الروس الكفرة المشركين، ورغم الصين المجرمين، لله الحمد والمنة. رسالة نرسلها إلى كل شاب ما زال في عصابات الأسد، ورسالة إلى أهالي هؤلاء الشباب: اتقوا الله في أبنائكم، اتقوا الله في بلادكم، اتقوا الله في سوريا، في بلاد الشام، بلاد العزة، بلاد الإسلام، اتقوا الله، اتقوا الله. ها نحن قادات الجيش الحر نقاتل مع جنودنا، نقاتل مع عناصرنا يدا بيد وساحة بساحة وعلى كل الجبهات، لكن أنتم يا جبناء، أنتم بشار الأسد نائم في أحضان زوجته، ونائم في فراشه، ونائم على تخته، ويرسلكم للقتل، يضحكون عليكم، يجعلوكم حطبا لحربهم، يجعلونكم حطبا لانتصاراتهم، وستغلبون بإذن الله. أنتم عبارة عن وقود، افهموا هذا الأمر يا أهالي الجنود، اصحبوا جنودكم، اتقوا الله. رسالة نناشدكم بالله، نناشدكم الله ألا يموتوا أبناءكم على الكفر وعلى ملة الكفر وعلى ملة هذا الطاغية بشار الأسد. أما قتل الأولاد، أما قتل الشباب، أما أهان الشيوخ، أما هدم المساجد، أما حرق قرآننا، أما أهان نساءنا، أما يتم أطفالنا، أما رمل نساءنا، أما فهمتم إلى حد الآن؟ أما فهمتم؟ ما زلتم لا تفهمون؟ اسحبوا أبناءكم، إنهم مقتولون، لن نرحمهم، والله لن نرحمهم، إن استسلموا لن نرحمهم، وإن سلموا أنفسهم لن نرحمهم، لن نرحمهم. هذا وقت حرب، إنا أعلننا الحرب ولن نستسلم ونحن قادمون، ويا خير الله اركبي، والله أكبر. هذه رسالة لكم يا أهل الجنود، فلن نرحمكم، والله لن يرحمكم التاريخ، ولن يرحمكم الزمان، ولن يرحمكم أحد. أنتم من تخونون الأرض والدين والعقيدة والوطن إن لم تسحبوا أبناءكم من هذا الجيش الذي دمر سوريا، دمر بلاد الشام، والله أكبر. هذه رسالة ولن نعيدها، وبإذن الله سوف نكون على حق بإذن الله، وسنمضي على الحق، ونحن ماضون لله الحمد، والله أكبر. الميداني. والسلام عليكم ورحمة الله. اللواء توحيد الجنوب، الله أكبر، الله أكبر. القائد الميداني للواء توحيد الجنوب، الله أكبر.